هعمل طاجن المكرونه باللحمه والجبنه، حاجه كده تحفه جدا. نقول بقى مع بعض المقادير وبعدين نعرف مع بعض الطريقه. مقاديرنا هتكون ايه؟ عندنا كيس مكرونه اي نوع انت بتفضليه، نص كيلو من اللحمه المفرومه، كوبايتين من الجبنه موتزاريلا وشيدر، عندنا كمان معلقه كبيره من الثوم المفروم، بصله كبيره مفرومه، كوبايه من الزيتون اللي متقطع شرايح، عندنا كمان نص كوبايه بقدونس، لتر من الشوربه وتكون مغليه، كوبايه صلصه، نص معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الزعتر، وملح وفلفل اسود. دي المقادير ويلا بينا بقى علشان نشتغل. المكرونه من اسهل الاكلات واطعمها وكلنا بنعشقها، فالنهارده هنقدمها تقديم كده لذيذ جدا، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها باذن الله. ويلا بينا بقى، عندنا حله على البوتاجاز هنحط فيها شويه كده من الزيت. بسم الله. تمام. في الزيت ده هنزل عندي الثوم والبصل واديلهم تشويحه. نحط البصل الاول. بسم الله. وادي الثوم، وانزل بكل البهارات اللي عندنا، بابريكا، زعتر، كمون، وكزبره ناشفه. ونقلب كله، مجرد بس ان انا اشم ريحه البهارات مع ريحه الثوم والبصل كده يبقى الدنيا تمام. خلاص كده جاهزين ان احنا ننزل اللحمه المفرومه علشان نسويها. بسم الله. تعالوا نحط كمان معاها الفلفل الاسود. يبقى نقول تاني احنا عملنا ايه. في حل على النار حطينا شوية زيت صغيرين خالص، نزلنا بالبصلة المفرومة ومعلقة الثوم الكبيرة وكل البهارات اللي عندنا، كان عندنا زعتر، كزبرة، كمون، وكمان بابريكا، وايه تاني، بس كده. وحطينا كمان الفلفل، قلبنا الكلام ده كله مع بعض كويس قوي لغاية ما ريحة الثوم والبصل والبهارات طلعت من غير ما نغير لونهم. بعد كده نزلنا باللحمه المفرومه علشان نبتدي نعصجها ونسويها. عندنا هنا الشوربه وعندنا الصلصه، تعالوا بينا كده نقلب الصلصه بتاعتنا في الشوربه عشان تبقى جاهزه معانا. بسم الله. الشوربه بتاعتنا كمان لازم تكون بتغلي. خلاص اكتفت. كده احنا تمام، حطينا او قلبنا الصلصة مع الشوربة وفي انتظار اللحمة بتاعتنا تتعصق تماما، ولازم تستوي 100%. لو ملاحظين مفيش اي سوائل نزلت من اللحمة خالص، ده عشان احنا كنا مسخنين حلتنا كويس جدا وكل البصل والحاجات دي كلها كانت سخنة تماما، مفيش اي سوائل. زي الفل. خلاص كده اتأكدت ان اللحمة استوت تمام،
هعمل ايه؟ هبتدي دلوقتي احط المكرونه واحط عليها الصلصه بالشوربه عشان اسيبها تستوي، اضيف كمان السكر معلقه صغيره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت الشوربه زي الفل. خلاص كده حطينا الشوربه بالصلصه، هظبط الملح كمان واسيب بقى الكلام ده كله على النار، على نار عاليه، المكرونه تستوي كويس قوي او تغلي كويس قوي، وبعدين اوطي عليها خالص واسيبها على نار هاديه تبتدي بقى تتشرب الصلصه بطعم اللحمه بالشوربه بكل البهارات اللي احنا حطيناها لها، وتستوي تمام التمام. وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه تاني. خلاص كده المقدار الشوربه تمام التمام، غطى لي المكرونه خالص. هبتدي انا كمان اغطي الحله، اسيب المكرونه زي ما قلنا تتشرب الشوربه اللي موجوده فيها، وبعدين اهدي النار حوالي 10 دقائق بس وارجع لها تاني علشان نكمل طاجن المكرونه بالجبنه. يلا بينا بقى نغطي ونطلع فاصل صغير خالص. شوفوا ما خدتش حاجه، هي يا دوبك 5 دقائق 10 دقائق بالكتير، وهتكوني عامله احلى طاجن مكرونه هيعجب كل اللي هيدوق. بعد ما عملنا المكرونه مع بعض تعالوا نبص عليها بصه كده، ايه الاخبار؟ انا وطيت عليها شغاله اهي، يعني نحاول كده نديها ايه تقليبه بالراحه كده عشان ما تلزقش معانا في ارضيه الحله. تحفه جدا. هجيب طاجن فرن كده. خلاص المكرونه عندي بقت دلوقتي 3 ارباع سوا، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اتاكد بس ان هي مش لازقه في الارضيه، تمام. احنا مظبطين كل حاجه، ملح وحاطين كل البهارات وخلاص كله تمام التمام. تعالوا ننزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. هبتدي بقى اوزع على وشها، عندنا جبنه، عندنا زيتون شرايح، كمان عندنا بقدونس. هنظبط الطاجن كده ونحط بقى الجبن بتاعتنا كلها على الوش. توصي بقى بالجبن براحتك، الكميه اللي انتي حابه تحطيها. اهم حاجه لما نحط جبن على الوش في اي حاجه، سواء مكرونه، بيتزا، اي حاجه، لازم لازم الجبنه تكون بدرجه حراره المطبخ. ما ينفعش تطلعيها من الفريزر تفكيها وتحطيها، ده ما بيساعدش الجبنه خالص خالص انها تسيح وتمط معاكي، تمام. هندي كده زيتون، ورشه من البقدونس. الطاجن شكله تحفة. يلا بينا بقى على الفرن، كون سخن على الرف الوسطاني علشان يدوبك بس الجبنة تسيح، المكرونة هتكمل التكاية اللي فضلها وتاخد لون ذهبي من على الوش ونطلعها على طول. يلا بينا. بسم الله. يلا وادي طاجن المكرونه اللي ما خدش في ايدينا 10 دقايق وكان جاهز معانا.